هو أنا أصلاً الولادة عندي صعبة، وبعد الولادة بتصعب علي كتير كتير، فربنا يسرها إن شاء الله. يعني أنا بس كنت أتمنى بس أمي أو أختي، يعني أي حدا. الحمد لله نصيبة. طيب. يعني أمي بتتصل علي بس خايفة من ولادتي، مع إنه أخويا استشهد، أخويا الثاني يعني تقريباً مستشهد، جوز أختي استشهد، البيت كله راح، بيت أهلي كله راح، كل الدنيا خايفة علي أنا كيف بدي أولد في مكان ما بتعرف عنه إشي. لا أنا ما أنا أجيت بشنطة لإلي ولزوجي، كانت صيفة ولبناتي التنتين، حكولنا ممنوع تاخدوا أي إشي إلا شنات صغار على كتفكم. أجينا بأواعي صيفة، وأهل الخير يعني لدرجة أهل الخير كلهم أعطونا ملابس شتوية نلبس بناتنا ونلبس إحنا ونلبس الجنين اللي جاي. أنا جوز أختي أول حاجة، يعني هو الأهم إشي، أنا جوز أختي كان إصابة طفيفة قبل يومين، إصابة طفيفة عند الشفا، راح عند الشفا بده يعملوا له عملية ومش وماشي ولا إشي فيه، بده يعملوا له عملية تاني يوم، فيش دكاترة، ما في معدات بالمرة إنه تنعمل هذه العملية، استشهد من إصابة طفيفة استشهد. الأسرة طبعا لا يكفي في مستشفى الإماراتي، ولذلك هذه الأعداد كان يخدمها حوالي 4 إلى 5 مستشفيات في قطاع غزة، وهو مستشفى الإماراتي مستشفى صغير يوجد به حوالي 40 سرير وقسم الحضانة وغرفتين عمليات، والحالات الآن حوالي نستقبل في اليوم الواحد حوالي 200 إلى 300 متردد على قسم الاستقبال والطوارئ، ونقوم بإجراء ما يقارب من 10 إلى 20 عملية باليوم، ونقوم بتوليد ما لا يقل عن 40 إلى 50 حالة.